حابين تحتفظوا بوجه شاب ونخفف من علامات التقدم بالعمر، في عنا نقاط مساج على الوجه تساعد على تخفيف التجاعيد وتصريف السوائل المكتنزة في الوجه حتى نحن نحفز العضلات. كيفكم أحبتي؟ بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبينا، رح يحصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة الطنجة العلاجية بالوجه الشفقة وجمال السيدة بعد الأربعين. اليوم هدول النقاط رح نشتغل عليهم بتحفيز الوجه. وأحيانا منشوف متلاقي وشنا منقول والله معجعج معبى مي، حتى نحن نخفف من التورم الحاصل لأي سبب كان، نحن رح نحفز العضلات. تحفيز العضلات بيكون بهذا الشكل، لاحظوا هذه العملية تساعد على شد الوجه نحو الخارج. هون بهدوء تكرر هنا 5 مرات، كل النقاط 10 مرات إلا تحت العين 5 مرات فقط. لاحظوا هون نحو الخارج، أيضا هنا 5 مرات، فبيكون العين 10 مرات، 5 فوق و5 تحت. لاحظوا بهدوء الحاجب مشان يعقد الحاجبين، والنقطة الأخيرة وبأي مساج يكون دائما نحو الخارج حتى الوجه يتم شده. نحن حفظنا النقاط، فرح تحسوا حالكم انه انتوا عم تعطوا وجهكم رياضة بسيطة حتى نحفزه، وكل السوائل اللي موجودة فيه رح تطلع، وفقط يكون لدينا مساج للعضلات. لاحظوا النقاط، طبقوها وخبروني بالتعليقات. تعليق جميل من سيدة عم بتقول: حرام انا كمان دكتورة، أنا إنساني كنت أروح وإجي وبسوق سيارة، لكن أصبت بمرض جعلني أجلس على الكرسي، وصرت كآبة شوي، ولكن بعد ما تعرفت عليكي قلت لا، هلا وأنا عم مارس تمارينك واهتميت بوجهي وتغير وجهي، والكل يسألني كيف هيك وجهك، أصبحتي حلوة ورجعتي شباب أكثر، وهلا أنا اقتنعت إنه الجمال منه بالعمر. أشكرك من كل قلبي والله يحفظك. ربي يحفظكم من أي شيء بيصير معكم، لأنه أي إنسان معرض لأي حادث ما، لكن لا للكآبة لا للعمر. نحن العمر موجود هون ونحن عايشين حياتنا مثل ما الله بيريد، ورح تشوفوا بالرضا الحياة بتصير أحلى. بتمنى لكم الصحة والخير والسلامة، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، واللي بيحب يحجز عندي استشارة بتقدروا تبعتوا لي رسالة على الخاص، ورح كون معكم. محبتي، وانطروني الفيديو القادم.